احفر قبره بالعبره جبل والجبل ما يهمه اذا تنفض للعشاق الحمد لله والشكر. خلي اروح ابشر امي الاسئله كل السهله. ها مهيمن، اقول لك السؤال الثالث ابو الاختيارات شلون حليته؟ هلا هلا فرصي قال قلبي عمي احسب من واحد للعشرة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية الشبر دي جو ماهر هلا الشبر دي ويقول سبكا دي لك الشبر دي اني نو دوم يبا باقا لا شبر دي find me in the club والد في اللبو ماما عنده what you need هذا الحذاء كانوا يلبسونه المقاتلين في أثناء الحروب التي تدور في القرون الوسطى، يعني لو يضربونك ألف طعن السيف ولا تشلاق بهذا الحذاء لين شغلتك تنتهي كلش. استاذ بروح أمك درجتين أريد درجتين، بس اسمعني بس توقف استاذ درجتين أريد وعلي درجتين مو أكثر، ليش تخليني عيش أنا وعلي ما أبي حيل استاذ. اسمعني استاذ بس اوقف بس ما رخصتك درجتين اروح بدو الوجه درجتين بس اسمعني درجتين بروح امك لابنك احتبرني مثل ابنك درجتين اروح بدو الوجه ما انطيك انا اموت من اللوقي وعلي مو لوقي والحسين احبك استاذ بروح امك درجتين بس اسمعني درجتين استاذ بنات لما يحششون نسمعوا هاي السالفه يا بنات هاي مره صديقتي جت علي قالت لي اريد صبغ اظافر اسود انا انطيتها اي لاينر الشباب لما يحششون هاي فد اثنين عراقيين طلعوا على دوله اوروبيه يعني اجنبيه اول ما وصلوا هناك رادوا ياخذون صوره فراحوا على واحد اجنبي قالوا له اخذ لنا صوره هذا الاجنبي ايش قال لهم قال لهم قولوا سمايل فهذا واحد منهم قال شلون عرف اسامينا ما فهمت ولا انا يعني يقصد انه هم سمايل هاي والحشه انتوا السمايل Thank you.